مع الدرس الواحد والتسعين من سيرة سيد المرسلين صلوا على الحبيب. نحن دائما مع فترة الدعوة الجهرية وبالضبط مع كف اليد، أمر النبي لأصحابه أن يكفوا اليد فلا يردوا على اعتداءات المشركين. إنما هذه الفترة هي فترة تربية وإعداد، أن يعد النبي جيل النصر، جيل التحمل، جيل الصبر، جيل القرآن، جيل التربية، جيل التزكية، جيل التعليم، جيل القدوة، جيل الفاعلية، جيل الإيجابية، جيل العطاء، جيل التقوى، جيل الأخلاق، جيل حسن المعاملة. والمنهاج الذي اعتمد في تربية هذا الجيل هو العبادة، منهاج العبادة. وقد أثمر المنهاج كما رأينا في الجمعة الماضية نتيجتين. النتيجة الأولى تربية الرجل الذي يحمل الأمانة الفرض، والنتيجة الثانية تربية المجتمع الذي يحمل الرسالة. جيل قرآني فريد، فلم يربي أفراداً هكذا، فرد هنا وفرد هناك، لا، تربية النبي كانت تربية أمة، تربية جيل، مش بحالنا احنا. نحن يمكن أن ننجح في تربية أفراد إلى عند رحمة ربنا أرواحنا، لكن لا نسهر على تربية الأمة التي حينما تنطلق تنطلق كالهدير. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما من صحابي صحابي رأى النبي أو لقيه إلا أخذ من معينه كل أسباب الثبات، كل أسباب العطاء، فكان إسلاما يمشي على الأرض. ولذلك سمي بهذا الجيل جيل قرآن الفريد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني، هكذا قرني بكل من فيه وبكل ما فيه وجيل. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه التربية مع ما يصيبهم من أذى، يصابون بالأذى واصبروا، زي ما تديروا أقيموا الصلاة، اذكروا الله، قووا صلتكم بالله. متى يمكن للإنسان أن يستمر في الصبر على هذا؟ لابد له من جرعات ترفع معنوياته. هذا طويل حتى على الصحابة، هم يتربون نعم ولكن يؤذون. نرد يا رسول الله، لا ترد، ماذا نفعل؟ اعبدوا الله، أقيموا الصلاة، وطدوا صلتكم بالله. إلى متى؟ إلى متى؟ إذا الإنسان له حدود، وهذه الحدود عالجها القرآن ورسول الإسلام بطريقتين حتى يستمر الصبر على التربية، وحتى يستطيع الصحابة أن يعلو على جراحهم، يرتفعوا على جراحهم، لا ينظروا إلى جراحهم، لا ينظروا إلى تضحياتهم. لا ينبغي أبداً أن تشغلهم التضحيات بسبب العدوان عليهم عن مسألة التربية، بل عليهم أن يصلوا إلى درجة يستعذبون فيها التعذيب والأذى، يستعذب الأذى في سبيل الله، يستعذب ما يصيبهم في سبيل الله. إذن ماذا؟ كيف يرتفع مستواهم ومعنوياتهم إلى الدرجة التي يرتفعون فيها عن جراحاتهم ويستعذبون الآلام التي تصيبهم في الله، في ذات الله، بطريقتين قام بها القرآن ورسول الإسلام صلوا عليه. أما المسألة الأولى فإن القرآن سبحانك رب سبحانك ينزل من السماء على رسوله صلوا عليه ويذكره بذكر حسن، يستشعر المؤمن المعذب في الله
حينما يسمع الآيات تتلى تذكره هو فيرتفع مستواه، يعلو يعلو يعلو، خاصة هؤلاء المعذبين. ها أنت تسمع إلى كلام الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما كان كبراء المشركين حين يقصدون النبي يجدون هؤلاء المستضعفين من الجيل الأول يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يستهزئون بهم فيقولون لو كان خيرا جاء به محمد ما سبقنا إليه هؤلاء، ألم يجد الله من يمتن عليهم إلا هؤلاء الضعفاء، لو كان خيرا جاء به محمد صلى الله عليه ما سبقنا به، ما سبقنا إليه أحد. شوفوا هذا الحساب كده، يا الله الاستهزاء. فينزل القرآن ويقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، الله يعاتب نبيه فيه. تخيل الصحابي اللي كان يتأذى فيسمع القرآن يعاتب خيرة الخلق فيه، هل سيشعر بعد ذلك بالعذاب؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولقد فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أوليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فإنه غفور رحيم. لا إله إلا الله. الله يقول لنبيه لا تطرد هؤلاء، لا تخصص لهؤلاء الكبراء أبدا مجلسا خاصا بهم، إنك إن فعلت ستكون من الظالمين. لمن يقال هذا الكلام؟ لرسول الإسلام، لخيرة الخلق. الله يعاتب نبيا في هؤلاء المعذبين من أبناء الجيل الأول الصدر الأول في الإسلام، ثم يقول يعنف أولئك. ولقد فتنا بعضهم بل يقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يذكر الكلام الذي قالوه، هؤلاء امتن الله عليهم من بيننا، أو لم يجد الله من يمتن عليه إلا هؤلاء الفقراء. الله يرد عليهم يقول أوليس الله أعلم بالشاكرين. سبحانك يا ربي سبحانك. وانظر كيف يأمره الله تعالى بحسن استقبالهم حينما يأتون، وإذا جاءك الذين يؤمنون فقل سلام عليكم، استقبلهم وافتح لهم صدرك ووسع لهم في مجلسك. فكان الله تبارك أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منفذ لأمر الله تبارك وتعالى، كان يكرمهم ويحسن استقبالهم. ذات مرة وقع خلاف بين سيدنا أبي بكر الصديق وهؤلاء الضعف من المسلمين، بلال وخباب ومجموعة من فقراء المهاجرين، فذهب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا لإخواني وطلبت منهم الصفحة فلم يصفحوا عني، ما بغوش يتكلموا، طلب منهم أبو بكر الصفحة عني. فقال الرسول لأبي بكر أغضبتهم يا أبا بكر؟ أغضبتهم؟ ورب المنهج لسيدنا أبو بكر، أغضبتهم؟ فجاءوا إلى رسول الله فوجدوا أبا بكر بين يدي رسول يعاتبه النبي فيهم. قال يا رسول الله لقد صفحنا يا رسول الله، لقد صفحنا يا رسول الله، لقد صفحنا.
سبحانك يا ربي سبحانك، لا تغضبهم يا أبا بكر، ألا ترى أن الله تعالى عاتبني فيهم؟ فإن كان النبي قد عوتب فيهم فمن باب أولى أن يعاتب كل صحابي ولو كان في حجم وقدر أبي بكر خيرة الخلق بعد النبيين المستضعفين. في آية أخرى من سورة الكهف، جاء كبراء قريش فقالوا لرسول الله: إننا نجدك في بعض الأحيان تجالس هؤلاء الضعفاء فيهم الريح والعرق، ونحن كبراء القوم، نأتيك فيرانا الناس نجالسك وهم معنا، خصص لنا مجلسا خاصا بنا ندرنا بوحدنا، واكتب لنا على ذلك عهدا صكا. فلما هم النبي أن يستجيب لدعوتهم نزل جبريل عليه السلام وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمزق النبي الكتاب وكان يقول لهم: مرحبا بالذين عاتبني الله فيهم. إذا جاء أحد من هؤلاء الضعفة من مسلم المهاجرين الأول يقول النبي بكل تواضع: مرحبا بالذين عاتبني الله فيهم. ولما أنزل الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال بلال: إذا جالسنا النبي صبر علينا فلم يقم حتى نكون نحن أول من يقوم، ولو ظللنا جالسين لظل النبي جالسا، ولكن إشفاقا من إشفاقا للنبي حتى نتركه لكي يتحرك ليقوم بالعمل الذي أوجبه الله عليه، نتحرك ونقوم حتى يقوم، ولو لم نقم من مجلسنا لظل النبي مؤتمرا بأمر الله تعالى فينا. واصبر معهم وجالسهم وأحسن صحبتهم ووسع لهم في المجلس وأحسن استقبالهم، هم أوليائي هم عبادي. قل لربك حينما يسمع هؤلاء الفقراء مولانا يعاتب نبيه فيهم: هل بعد ذلك سيستشعرون الآلام التي يتجرعونها؟ لا والله، ربي يتكلم عليك ويدافع عليك ويعاتب نبيك فيك، فكيف ستكون بعد ذلك؟ سيرتفع وترتفع معنوياتك. سيد النبي عاتب يعاتب من قبل الله في، أي في هؤلاء الضعفاء. يا الأسلوب، أسلوب عجيب عجيب عجيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واسمعوا، النبي الأكرم صلوا عليه، صلوا على الحبيب، لا إله إلا الله، كان مشغولا في مكة بدعوة أبي بن خلف. وما أدراك ما أبي بن خلف؟ من كبراء المشركين. وفي هذه اللحظة وهو منهمك في دعوته، والنبي إنما يعمل لصالح الدعوة ويتمنى لو أن الله شرح صدر قلب أبي أبي أو لأبي بن خلف للإسلام لكان ذلك تمهيدا لدخول جميع أتباعه في الدين، هكذا كان يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه اللحظة يأتيه رجل أعمى من فقراء الصحابة من المهاجرين الأول، مسكين المؤمنين الأول الجيل الأول، واسمه عبد الله بن أم مكثوم الأعمى، وهو لا يرى النبي ماذا يصنع، يسمع كلاما لكن لا يرى. فقال له: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، أنا جئت من بعيد لكي أتعلم هذا الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهمك في دعوة الأكابر كره أن يأتيه هذا الرجل في لحظة ينهمك فيه النبي بدعوة الآخرين، فعبس ورؤي على وجهه الانقباض كأنه لم يرد أن يأتي في هذا الوقت بالضبط. أولم تجد وقتا غير هذا؟ أنا مشغول الآن في الدعوة. فتولى وعبس في وجهه. هذه مسألة يمكن أن تحدث لأي أحد، لكن الله تعالى لا يتركها تمر هكذا لنبيه، الله لا يتركها.
يا ابن عمي يا ابن عمي، وش حال كان يحصى على رسول الله؟ يا حبيبي يا رسول الله، وش حال تحملت؟ يا الله، كان يفعل ذلك لصالح هذه الدعوة، لم يكن يفعلها لمن؟ لفائدتها ولمصلحتها، لصالح الدعوة. ومع ذلك الله تعالى لم يتركها تمر، فقال الله له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لماذا عبست يا حبيبي؟ ولماذا توليت حينما جاءك هذا الأعمى؟ لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وأما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. إنها تذكرة يا محمد، فتعلم يا رسول الله، وليتعلم الدعاة من ورائك. هذا الدين لا ينصر أبدا بالكبراء ولا بأصحاب المال ولا بأصحاب الجاه، الدين ينصره الله. الله هو الذي ينصر دينه، وينصره على يد من يشاء، ويجري الخير على يد من يشاء. فلماذا كنت أنت منشغلا منهمكا بدعوة هؤلاء، تعتقد أنك إن اهتدى هذا على يدك يكون تمهيدا لهداية أتباعه؟ من قال لك ذلك؟ قلوب العباد بيدي، كان عليك أن تلتفت إلى من جاء يطلب الهداية، أما المعرض فليس عليك أن لا يزكى، لا تتحمل أبدا قضية هدايتهم، أنت عليك البلاغ والله عليه الهداية. وقلوب العباد بيده يقلبها كيف يشاء. هذا الذي جاء يسعى وهو يخشى، لا تتلهى عنه، توجه إليه. تخيل معي ابن أم مكثوم يسمع هذا الكلام، هل سيشعر بعد ذلك بالآلام التي تعترضه في طريق الدعوة؟ وبقيت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، نقرأها كأنها نزلت الآن، ونستحضرها كأننا نرى النبي الآن يواجه هذا المشرك الصنديد. وهذا الرجل يأتي من خارج المدينة يسعى أن يهرول، يحرص على أن يصل إلى النبي قبل أن يموت، يخاف أن يلقى حتفه قبل أن يبلغ مراده، فهو يسعى حتى يحظى بلقاء النبي ليتعلم من حبيبنا. وهذا درس لكل من يريد أن يتعلم الدين، عليه أن يسعى، عليه أن يجري، مش يسعى، عليه أن يسارع حتى يتعلم الدين. لماذا الناس عياذا بالله أدبروا عن مجالس العلم؟ لماذا لا يريدون عياذا بالله يتواجدوا في المساجد لتعليم دينهم؟ أيظنون أنهم خالدون؟ أيظنون أنهم سيبقون إلى الأبد؟ أيظنون أن العلم سيأتي هكذا جزافا؟ أيظنون أن المشقة لا ينبغي أن يستعذبها الإنسان في طلب العلم؟ فوقاش بغيت تعلم، فوقاش. فهو جاء يسعى وهو يخشى، هذه وهو يخشى فيها ميتر في معنى، هي سعرها بين يسعرها جيجري. إما أنه يخشى أن لا يجد النبي، وإما يخشى أن يموت قبل أن يصل النبي، وإما يخشى أن تفوت الأعمار هكذا فارغة دون أن يستفيد فيها العبد بأية إفادة. هو يخشى، أو هو يخشى الله ويخشى أن يسأله الله لماذا لم يقم بأمر الله له بالقراءة والتعلم، اقرأ، أو بأمر الله الذي يأمره، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو يخشى، ولذلك احنا نتعلم من هذا الشيء واسمه أن الذين سبقت إلى عقولهم أفكار غير الإسلام وامتلأ الرأس بها سيجد الدعاة مشقة ويحتاجون إلى وقت أكثر لاستخراج هذه الأفكار من رأسهم قبل أن يملؤوها بالفكر النقي الناصع. هذا يتطلب وقت، لنجح. ولذلك لا تضيع وقتك مع هؤلاء، إنما اتجه إلى هؤلاء الذين يخشون.
لم تسبق الأفكار إلى رؤوسهم، جوع الفطرة، جاء يسعى وهو يخشى، هو بغى يتعلم، هو بغى يتعلم تخليه وتمشي عند اللي ما بغاش. ولذلك يقول الله يحفظه ويستر، آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله. إذا كنت تحدث هذا العلم إلى من لا يعطيه الاهتمام كأنك تضيعه، كأنك تسيح الماء في الرمل. رأى رجل في المنام أن رجلا يعلق الخرز في أعناق الخنازير، الخرز هو الذهب. فروى هذا الأمر إلى ابن سيرين فقال: ذاك عالم، ذاك عالم يعلم الناس الدين، يعلم أقواما هذا الدين وهم لا يستأهلون أن يضيعه فقط. واش عمرو شفتوا شي واحد مشى دار الدرس للخنازير الله يجمعهم وبقى يقول لهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمرو شفتوا واحد مشى يدير الدرس للشياه مشى للزريبه وقال ايها الناس ديال الشياه واش غادي يفهموا؟ الانعام واش غادي كيولي الانسان بحال الانعام؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يسمعون بها ولهم هذا واش غادي تقل هذا؟ انك لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. ما غاديش يسمعوا، كاش تمشي للزياره، روح عند اللي يبغى، اللي يبغي يجي الجامع، الشباب اللي باغيين هذا الدين وبغاو يلقاو الله على خير، هما اللي بدي بهم، هما اللي عطيهم الاهتمام، لماذا انت عياذا بالله تتوجه بدعوتك الى هؤلاء الذين يستكبرون؟ غرم فلوسهم ومناصبهم والبلايص نتاعهم والجاه نتاعهم، فين غادي توصلهم هذه؟ فين غادي توصلهم؟ ابدي بهذا الناس اللي باغيين. إذا فحينما يسمع الصحابة مثل هذه الكلمات الطيبات المليئة بالإشفاق على هؤلاء التي توجه في صيغة عتاب لحبيبه صلى الله على الحبيب، إذا سمعوا ذلك استعذبوا كل شيء في سبيل الله. ضرب دير اللي بغيت، قتل ولا دير، أنا القرآن يتحدث عني. يا الله يا الله يا الله يا الله. بل أكثر من ذلك، من الصحابة من يقرؤون القرآن وهو ينزل غضا طريا يمدحهم، مش يعاتب النبي، يمدحهم ويعدهم الجنة وهم يمشون على الأرض، الله من فوق سبع سماوات يمدح بعض الصحابة هؤلاء الذين عذبوا في الله، فينزل القرآن يطمئنهم ويبشرهم بنعيم مقيم. يا الله. يقول تعالى: وقد جمع بين التحذير والترهيب للمشركين زيد والتبشير لأصحاب النبي من الربيع من الجيل الأول. وسيجنبها لتقى على النار الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لمن قالها؟ لمن بلاش؟ من الذي آتى المال وتزكى به؟ شكون هو؟ هو أبو بكر الصديق. سيد النبي قال له: سيد ربي، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وسيدنا أبو قال له: ربي، ولسوف يرضى. يا الله. كان ينفق ماله ليعتق رقاب العبيد الذين آمنوا من الرعيل الأول، فأعتق بلالا وأعتق زنيرة وأعتق مجموعة من الإماء ومجموعة من العبيد بماله، فينزل القرآن يمدحه، يمدح في القرآن، يبشر بالجنة في القرآن. نعم، كيفاش غادي حساسية؟ هذا سيشعر بعد ذلك بما يصيبه في الله، هذا يمدحه. آيات كثيرة كانت تمدح هؤلاء، يقول لك هذه الآية نزلت في أبو بكر، هذه نزلت في عمر، هذه نزلت في عثمان. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا قائما
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ القانت بالليل قيل هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حين تنزل هذه الآيات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت فيك يا سعد، نزلت فيك يا سعد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ما، نزلت فيك يا سعد. حينما يقول لبلال: نزلت فيك، قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى العرق وإلى اللون، فلقد جاء الإسلام ليتساوى الناس بين يدي شريعة الرحمن كلهم، والتفاضل للخلق بين يدي الله إنما يكون بالتقوى لا بالألوان ولا بهذا الذي يزن الناس به الناس. شوف القرآن إذن تعامل مع هؤلاء المبتلين، هؤلاء المعذبين، هؤلاء المفتنين في دينهم، تعامل معهم هذا التعامل، يذكرهم، يمدحهم، يبشرهم بالجنة، يعاتب النبي فيهم. اقرأوا القرآن، الصور المكية، ستجدون آيات طويلة تمدح المؤمنين، ترفع من شأنهم. تخيل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. اقلب: إن الذين آمنوا أصحاب النبي وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة، خير من دب على الأرض. لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. شوف الحاجة الكبيرة قاعد. رضي الله عنهم ورضوا عن، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، رضي الله عن ورضوا عن. الله تعالى يقول لك ارضوا عليا. هذا جيل اللي ضحى بنفسه من أجل هذا الدين فعل ذلك برضا، يفعله بصدر منشرح، يفعله بحب، يستعذب كل شيء يصيبه في الله. رضوا عن ذلك لمن خشي ربه. حينما يسمع الصحابة أن الله قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عن، هل سيشعرون بعد ذلك بالآلام؟ لا والله. تخيل واحد سيد فاني في حب الملك، ملك ولا شي واحد سيده، يوجع دو الدم يسيل، يقول له: سأجازيك على صبرك وتفانيك في خدمتي. الأخر لأن ملاق قلبه واش كيقول له: أنا لا أريد جزاء منك، أنا أريد رضاك يا سيدي فقط، أنا غير رضا عليا، أنا بغيت غير رضاك، أنا بغيت غير نسمع كلمة منك تقول لي رضيت عليك. يقول له: راني رضيت عليك، صافي، عنده خير من الدنيا وما فيها. هذا مع من؟ مع بشر. كيقول له: راني رضيت عليك، رئيس المصلحة. يقولها الموظف ديالو: راني رضيت عليك، درتها مخيرة، هذيك الليلة ما ينعسش. قد يرقيه وقد يدير له واخا. أنا شفتهم في الدنيا يرفضوا المطارق ويقاتلون دون ذلك الرجل حتى يموتوا أجمعين باش يسلكوا السيد، يسلكوا راجل بنادم وظالم، ظالم، ويموتوا من أجله ويعذبون ويبقوا إلى آخر رمق. هو بنادم ما يعطيهم ما يزيد. ابن عمي سيدي يا ربي، يقول له: راني راضي عليك، رضيت عنك يا عبد. لا إله إلا الله. فكيف سيشعرون بعد ذلك بالآلام؟ أبدا. وهكذا سار النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج القرآن، يرفع من هؤلاء فلا يشعرون بأي شيء. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تشتاق الجنة إليهم. وماذا قد يحسوا بين اللي كانوا يتعذبوا؟ ويذكرهم سميتهم من الصحابة غيش يشوف شيء. يقول لهم: ثلاثة يمشون على الأرض والجنة تشتاق لهم. ابن عمي وش بقي عادي بشي ما يحس؟ بلال وخباب والمقداد بن الأسود. ربي 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 ربي
يتمشوا في الارض والجنة تشتاق لهم. ماشي هما يشتاقوا الجنة، يشتاقوا الجنة كل شيء، لكن الجنة تشتاق لهم. سبحانك رب. ثلاثة تشتاق الجنة إليهم، خباب وعمار والمقداد بن الأسود. ربي ربي كي يعطي النياشين النبي صلى الله عليه وسلم النياشين، يقول له تخيل تخيل، يقول سيدنا سعد يقول له ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. كيف يقول له فداك؟ النبي يفدي هذا الرجل بأبيه وأمه، كيف سيشعر؟ يا ربي يا رب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترضى على أصحابه، يسجي لهم العطايا، مش عطايا بتاع الفلوس، كلمات سجلها التاريخ ونذكرها اليوم لنعرف نحن أتباع النبي مقدار هؤلاء، منزلة هؤلاء، كم تحمل هؤلاء في سبيل الله حتى أوصلوا هذا الدين إلينا. هذا من الطريقة الأولى. الطريقة الأولى وهي أن القرآن عاتب النبي فيهم، زيد مدحهم، زيد أوعدهم، وعدهم الجنة، زيد أكرمهم، رفع قدرهم، سبحانه، كل هذا في القرآن. أما المسألة الثانية التي قام بها القرآن ونبي الإسلام حتى لا يحس هؤلاء بالألم ويستمرون في الصبر، واسمه هي أن القرآن قال لهم بلسان الحال والمقال معا: لستم أنتم وحدكم من سلك طريق الأنبياء الذي أصيب بمثل ما أصبتم، فلقد أصيب من قبلكم من سار على درب الأنبياء. هذه مسألة طبيعية، واش سابكم هذا الشيء؟ الله يسيبكم انتم، هذا الشيء غيليكم انتم؟ لا، كل من كان من أتباع النبيين إلا ويبتليه الله ويسلط عليه الكفرة ويسلط عليه العذاب ليربيهم على الصبر على تحمل الرسالة، مش غير انتم. ولذلك يقص عليهم القصص، يقول ماذا يحيى عليه السلام؟ قطع رأسه، هو نبي، وأعطي في طبق لبغي من بغايا بني إسرائيل الشهيد يحيى بن زكريا. احنا يحيى هذا زكريا نشر بالمنشار، نشر بالمنشار، وضع المنشار على مفرق رأسه، زكريا رسول الله، صلوا على الأنبياء جميعا، نشر. هذا نوح عليه السلام، ترون ماذا حصل لنوح؟ من استهزاء، من تكذيب، من حرب نفسية. هذا داود، هذا سليمان، هذا مؤمن آل ياسين، جاء ينصحهم: يا قوم اتبعوا المرسلين، فقتلوه، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. هذا الرجل يجي عند سيدنا خباب ويكشف لسيدنا رسول الله عن ظهر، انظر يا رسول ماذا فعل، فيستجمع النبي ويقول: إنه كان ممن قبلكم يؤتى بالرجل الموحد فتحفر له حفرة فيوضع المنشار في رأسه فيشتر نصفين فلا يصده ذلك عن دين الله ولكنكم قوم تستعجلون. كان ممن قبلكم يؤذون ويعذبون ويوضع المنشار في مفرق رؤوسهم وأمشاط الحديد في لحومهم فصبروا على هذا الدين، هل أنتم بدعا من الخلق؟ لا، هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يا أهل سوريا، يا أهل ليبيا، يا أهل اليمن، يا من تسيل دماؤكم في الطرقات والشوارع والساحات، لستم بدعا من الخلق. الحرية، التمكين للدين يحتاج إلى هذه الضريبة. نعم تقتلون، نعم تسيل دماؤكم، نعم يعذبونكم في السجون، نعم نرى كيف يفعل هؤلاء الشبيحة وهؤلاء الجند من جنود الطغاة المتجبرين، نراهم ما يصنعون بكم، ولكن والله إنها كرامة لكم وإنها سنة الله في أوليائه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، الله تعالى يريد لأوليائه الرفعة السمو. هذه الطريق، هذه السنة،
هكذا يفعل الله مع أوليائه. فلا تضجروا ولا تتزحزحوا ولا تترددوا ولا يتلجلج الإيمان في قلوبكم. اصبروا كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل. هؤلاء هم القدوة. ما تبقاش تشوف الناس اللي يطيحوا، لا تنظر إلى الساقطين، ولكن ينظر إلى الجبال الشامخات الرواصي. جبال كسيد النبي يغتنم الفرصة ويتبع منهاج القرآن ويقص لهم القصص. اللي يصبر يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي. يسرع عليهم شوية، واحد مجروح، واحد تقتل، واحد هجر الحبشة، والنبي يحكي له في السنة العاشرة تاع البعثة: رأيت ليلة أسري بي روضة غناء تنبعث منها رائحة هي كأطيب ريح شم على وجه الأرض. فقلت: يا جبريل، هذه الرائحة المنبعثة من هذه الروضة ما سرها؟ قال: هي مقبرة ماشطة فرعون، ماشطة بنت فرعون وأولادها الستة. قال: كيف؟ قال: كانت ماشطة ابنة فرعون في قصر فرعون، وذات مرة وهي تقوم بمشط شعر ابنته سقطت المشط على الأرض، فلما قامت لتحملها قالت: بسم الله، تفضح الإيمان ديالها، كانت تكتم إيمانها. قالت لها ابنة فرعون: ألك ربا غير أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك وربك هو الله. ماذا تقولين يا امرأة؟ أكنت تخفين كل هذا كل هذه السنوات؟ فرفعت أمرها إلى أبيها وقتيدت متهمة ومجرمة. فقال فرعون: ماذا قلت؟ لقد ذكرت ابنتي شيئا غريبا. قالت: كنت أكتم عنكم أن لي ربا غيرك، وهذا الرب هو ربي وربك ورب ابنتك ورب الأرض والسماء ورب المشرق والمغرب ورب الناس أجمعين. قال: ماذا تقولين؟ ألك رب غيري؟ قالت: ربي ورب، وش ما تفهمش، لا، ربي وربك الله. ارجعي عن دينك وإياك والافتتان، سأعذبك ولا تتحملين. قالت: افعل ما بدا لك. فجيء ببقرة من نحاس قدرة، ووضع فيها الزيت، وأوخذ من تحتها نار عظيمة حتى صار الزيت وصل إلى درجة من الغليان. فجيء بولدها الأكبر: رجع عن دينك وإلا ألقينا الولد في هذه البقرة. قالت: ربي وربك الله. الصحابة يسمعون: هذه امرأة، هذا مش راجل، هذه امرأة. المرأة تقدر تصبر على العذاب، ولكن تصبر على ولدها يضطر مفا. فيؤتى بولدها، يا 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 يا، فيلقى، وقبل أن يصل يصعد العظام شر. ايوه، رجعي عن دينك، ربي وربك الله. الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وبقي السادس. والسادس في صدرها يلتقم ثديها: رجع عن دينك وإلا سنف قد يديه الهلولي. فلما رأت أن الولد الصغير الرضيع سيسحب من صدرها ويلقى في بقرة النحاس هاته، كأن قلبها تلجلج وكادت أن تقول ما يرضيهم، لكن ربك يشاء لمزيد تثبيتها أن ينخلع هو عن ثدي أمه وتتقطر قطرة من الحليب على أنفه، ثم ينظر إلى أمه فيقول: يا أمه اصبري فإنك على الحق. ومن جملة من أنطقهم الله: اصبري فإنك على الحق. كي غادي يجتمعوا إن شاء الله ليه؟ واش كل ما غاديش نجتمعوا ليه نبكيو على بعضنا بعض؟ نجتمعوا قاعد ليه؟
لا إله إلا الله. فرمي، قال لو أنت يلا نرجعي سأغذي رميوك. قالت افعلوا ما بدا لكم. قال لها فرعون، هذاك فرعون أحسن من الفراعنة تاع اليوم، قال لها قبل أن نقتلك ونلقي لك لنا ومنا فرصة وبرهة من الزمن، قولي فيها اللي بغيتي وصي. قالت أوصيكم حينما تلقونني في هذا الوعاء الذي ألقيتم أبنائي وأصير إلى مصيرهم، اجمعوا عظامي مع عظام أبنائي وادفنوه في مكان واحد. قال لك ذلك، فألقيت فجمعت العظام ودفنت، وتلك هي الروضة التي تنبعث منها تلك الرائحة إلى يوم القيامة. الصحابة منين يسمعوا هذا الشيء على مرة غادي يحسوا شي حاجة؟ أبدا أبدا. الكلام ذو شجون، وسيرة النبي سيرة العطرة، سيرة الحبيب الذي سنلقاه عن قريب سيرة، وأي سيرة؟ ما تخاش، ما تخاش تفارق المائدة نتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربي سبحانك. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، سندخل في الدرس 92 للجمعة القادمة تحت عنوان تغيير استراتيجية الأعداء في مواجهة الدعوة. فبعد التعذيب يأتي الترغيب، وخاصة ما يسمى ويسطر عليه المفاوضات، مفاوضات صاحب الرسالة. قولوا لله رحمه الله، من ينتقلوا من العذاب يوليوا يفاوضوا، ما تقول لك حتى شي حاجة، ما تبان لك حتى شي فكرة، عم يعذبوه ما داو منه وغادي يفوضوه، ما بنت لك والو زعما وزمه وزمه. اصبح النبي رقما يفاوض، ويجيو له الناس الكبار، غادي ندخلوا درك شي حاجه بشي مرحله جديده نتاع المفاوضات. الاسلام ولا شي حاجه. الاعمال الاجتماعيه ان شاء الله تبارك وتعالى، كاين الاخ يعني عنده بغى يدير، بغى عنده صطحي يسيلوا ذاك الشيء، الاخ هو اللي بغى يعاون ان شاء الله، هو الاخ تاعنا باذن الله. وكاين واحد المراه عندها واحد العمليه ديال الوليد نتاعها شي 7 مليون، ولا هي غادي تكون هنا ان شاء الله تبارك. كاين في ماشي حاجه قال لك سيدي انا مواطن مغربي من الناظور، عمري 34 سنه على 24، مجاز في الادب العربي، متزوج من فتاه تشيكيه مقيم معها هنا في التشيك، تزوجنا بالمغرب حوالي 2 ونصف، اقنعتها بالاسلام فاسلمت، لكن عند حصولي على التاشيره اتيت هنا لهذا البلد فتغيرت وقالت لم اعد مسلمه، فكانت الصاعقه بالنسبه لي، والان اقيم معها في منزلي ومع والديها في مدينه ليس فيها رائحه الاسلام والمسلمين، لا يجد مساجد ولا يعرفون عن الاسلام اي شيء، يعيشون كالانعام وهم ضلوا والعياذ بالله. ما قولك حول الصلاة في المنزل؟ لأنه لا يوجد أي مسجد هنا، فأنا هنا فقط للحصول على أوراق الإقامة وتغيير البلد، كما أريد أن أسأل بخصوص اجتماع العمل معه، أريد تطليق هذا. نعم الصلاة تصليها في الدار ديالك، ما عليه شيء، توقع حتى واحد ما يصلي، هذه ما كاينش مشكل. هذه قضية مساعدة بخصوص زوجتي من العمل معه، أريد تطليق، لكن المشكلة أنها حامل، أنا من عائلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت؟ أنت الذي عليك الآن بعد أن تزوجت هذه المسيحية، ها؟ عليك إن شاء الله تعالى بالصبر عليها ومحاولة معاملتها بالحسنى مدة طويلة وما أمكنك ذلك، كلما صبرت على ذلك كان أفضل لك إن شاء الله تبارك وتعالى. زيد بيلها الإسلام وزيد إن شاء الله، لأنه واحد العدد نتاع الفرنساويات ولا النصرانيات كانوا يبغوا يتزوجوا، يعني يدخلوا الإسلام كاع الزواج، كي تزوجوا خلاو الإسلام، نعرفوا على العدد نتاع النساء يتزوجوا فقط باغيين الراجل، غير يتزوجوا يتركوا الدين تاعهم. واحد شي اخوان كان عندنا في وجده، جا الاخت يعني هذه الفرنسيه كاع بالحجاب وكذا، ولكن ان شاء الله تعالى كي مشات صافي قالت له اديوز اديو، ذهبت مع الرجال وطلق. هي ما دامت ما مشاتش ما انحرفتش وباقيه محصنه وباقيه كذا، يمكنك ان تصبر عليها. ولكن واش غادي يقول الميت من غير غساله؟ انت ما تقدر دير والو، انت بغيت لك وقت، إلا مشيت طلقتها ما غاديش دير لك وقت. هذه الأزمة نتاع الشباب نتاعنا. يا وليدي يا وليدي، قال له طاح، قال له خرج خرج من القيطون ميت. شوف أنت واش بغيت بالزواج.
احنا الزواج ديالنا ضروري تقريبا تاع الشباب تاعنا بهذا الغربيات تقريبا يكون المقصود نتاع واش هو الكواغط. ومن بعد اخويا من يدير الكواغط راه كاع درت الكواغط. وفي ذاك البلاد اللي ما كاين حتى مسلم ولا جامع ولا والو. ابن عمي ابن عمي نسان يغامروا على مغامره كبيره. نطلبوا الله يعاونك والله يهديها والله يجمع بينكم في خير والله يجعلك انت تكون في ذيك الارض خميره ديال الاسلام. انت ان شاء الله غادي تجمع المؤمنين في تشيك في هذه المدينه وغادي تفتحوا مسجد واخا غير كراج وتكونوا نواه ان شاء الله نتاع